كيفاش يمكننا نواجه التداعيات ديال الجفاف؟ هي خصنا نفرقوا بين الماء الفلاحي اللي هو اللي كيشكل تقريبا 87% ديال الحاجيات ديال الماء، وديك 13% اللي كتمشي غنقولوا الانشطه الاخرى بحال تزويد المدن الى اخره. بيني وبينك الا قطعتي الماء على حمام ولا قطعتي الماء على واحد المؤسسه اللي كتغسل السيارات ولا هذا، ما تقتي حتى حاجه هذوك. ولكن فعلا اليوم حيت كاينه ازمه ملحه في المدن، اضطروا السلطات ياخذوا بهذه التدابير. ولكن الحقيقه المره هو ان اليوم اللي كيعاني الاكثر هو القطاع الفلاحي، واليوم الفلاحه المغربيه مهدده، وبعض المناطق لا سيما المناطق القاحله بحال الواحات بحال بعض المناطق في الجنوب البلاد راه ولينا كنشوفوا الانشطه الفلاحيه وقفات. والخطير في الامر هو هذا كيعني الهجره القرويه، ونتمنوا من الله تكون واحد ذكاء مجالي باش هاد المجالات تبقى فيهم الحياه، حيت الا انقرضت الحياه من دوك المجالات راه كيعني هذا بعض المناطق تخوى ما بقى فيها حتى واحد. بالنسبه للمعمول الان، شنو هو الاجراءات اللي المفروض انه ناخذوا على سبيل الاستعجال؟ وهاد الاجراءات راه اتخذتها الدوله، خاصها تحاول تعتق تزويد الماء في المدن بهادو مصانع ديال تحليه مياه البحر، واخا غيكون التكلفه ديالهم غاليه. هادي دابا هو اللي غنقدروا نقولوا الوسيله باش غنعتقوا تزويد المدن في هاد السنوات المقبله. ولكن كنعاود نقول لك المشكل الاول هي الفلاحه، الحاله ديالها اولا ما يمكنلاش تستعمل دوك المياه ديال تحليه البحر حيت غاليه بزاف، هذا هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني خصنا نشوفوا كيفاش تاقلم الفلاحه مع التغير المناخ، وهذا في حد ذاته راه برنامج كبير ديال العمل. بالنسبه للجفاف هو ازمه الان عالميه، عدد من الدول كتعاني، يعني واش ما كاينش تجارب مقارنه اللي ناجحه اننا ناخذوا من التجربه لا سواء في المحيط ديالنا ولا في دول اخرى؟ الصراحه التجارب اليوم راه الدول عدت كتعلم تعايش مع هذا الشيء، هذا ما نقدروش نقولوا كاين شي تجارب اللي عندها 100 عام ولا هادشي، حتى هذا كل شيء جديد. خاصنا انا رايي المتواضع خاصنا تكون واحد معاونه في الدول ديال البحر الابيض المتوسط لا سيما الجنوب ديال، انت كتشوف اليوم حتى اسبانيا اللي هي في الشمال ديال البحر الابيض المتوسط كتعاني حتى هي. نتمنوا من الله يكونوا بعض مبادرات ديال التعاون باش نحاولوا نداركوا هذه المشاكل، حيت هي مشاكل حقيقيه، وكما قلت لك نبهوا ليها العلماء هذه اكثر من 50 عام.